الرد الكبرى عليها. احنا بدنا لن يلدغ المواطن الاردني من جحر مرتين، لن نعود الى 89 ونلدغ مره ثانيه. بدنا في اصلاحات حقيقيه وجذريه تكون، هذا مطلب الشارع بشكل اساسي. والشارع نعم. لن يرضى لا عن عون الخصامنه ولا كان راضي عن البخيت ولا عن الرفاعي ولا ان يرضى عن مجلس النواب. بده حكومه انقاذ وطني تقوم بعمل انتخابات ديمقراطيه حقيقيه، ومن ثم البرلمان القادم يمثل الشعب يسوي اللي بده اياه. شكرا لك.